نروح سريعا بقى للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي ونعرف برضه رايه في القرعه. تحياتي ليك يا كابتن سيد. دكتور سامي، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ وحشني كتير. الله يخليك حبيبي، تسلم يا رب. ببارك لك اولا على بطوله السوبر الافريقي، يعني ما شاء الله اداء اكثر من رائع. 2022 ايضا كان سنه سعيده على كل الاهلاويه، اثنين سوبر افريقي وبطوله دوري ابطال افريقيا. يا رب تبقى 2022، احنا لسه هنبدا فيها اهو. 2021 كانت الحمد لله كويسه، الحمد لله رب العالمين. فكويس يعني، كويس ان انت قلت يعني. 2022 عشان نبتديها مع بعض كده بانجازات وبطولات ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله يا رب. قول لي النهارده القرعه، سان داونز الجنوب افريقي، الهلال السوداني، المريخ السوداني، شايف القرعه ازاي؟ وسان داونز ورانا ورانا ولا ايه؟ مش عارف. يعني خلاص بقى مكتوب على البطاقه. يعني طبعا بالتاكيد يمكن هي القرعه فيها كذا 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 يعني محور تتكلم فيه، سواء كان على مستوى القوه او حتى على مستوى التربيات اللي في البلاد. يعني هتلاقي اثنين من انجولا في مجموعه واحده، هتلاقي اثنين من تونس في مجموعه واحده، هتلاقي اثنين من السودان في مجموعه واحده. بتزيد من قوتها. يمكن مجموعتنا مجموعه الى حد كبير جدا قويه، مش ما يستهانش بها بالتاكيد. يعني الهلال له مشوار كبير جدا في الكره الافريقيه والبطولات الافريقيه، عنده خبرات كثيره جدا، لقاءاتنا معاه بتبقى لقاءات صعبه قوي. والمريخ نفس الكلام، السنه اللي فاتت كان معانا في نفس المجموعه بنفس الترتيب، بنفس حتى المواجهه الاولى والمواجهه الخامسه في المجموعه. صن داونز خلاص بقينا احنا الاثنين عارفين بعض اكتر من عارفين اي فرقه ثانيه. لكن في النهايه انت بتتكلم على مشوار افريقي في مرحله مهمه جدا منه، هي اللي هي دوري المجموعات، اشبه بالدوري، بتحاول تجمع نقاط يعني، لكن ما فيش حاجه سهله خالص يا كابتن اسامه. حقيقه دلوقتي يا كابتن سيد النهارده في اقاويل كتير، المريخ السوداني، الهلال السوداني، ملعب المباراه، هل دلوقتي ممكن يكون يتحدد ملعب المباراه او عندك معلومات ممكن يكون السودان او الفرق السودانيه ممكن تلعب فين؟ انا مش عايز اتكلم فيها خالص، لكن في النهايه في اتحاد افريقي حط معايير للملاعب يعني، لكن في النهايه اللي هيسال عليه يعني احنا كده هنلتزم بيه يعني، سواء كان يعني في اي مكان او اي ملعب يعني. لكن في النهايه يعني في شروط ومعايير بتتحط للملاعب، الكل وافق عليها. كان في لجان بتيجي بتعمل تقييم للملاعب شامل يعني في كل انحاء افريقيا. والنهارده كان في قرار بعد حوالي 6 ملاعب، كان منهم الهلال والمريخ وشباب بلزداد وفي الصيف والنجم الساحلي، واعتقد فريق انجولا كمان يعني. فانت بتتكلم على كان في قرار بكده، لكن ده ما يشغلنيش وماليش حق ان انا اتكلم فيه غير لما نشوف الدنيا ماشيه ازاي في الاول يعني، ايا كان الوضع بقى، ايا كان الملعب، ايا كان الترتيب. احنا ترتيبنا المريخ ثم الهلال بره ارضك، وبعد كده صن داونز على ارضك، وبعدين صن داونز بره ارضك، وبعدين المريخ في الترتيب ده. كابتن سيد الترتيب ده، وحضرتك بتقول الاول المريخ بعد كده الهلال بعد كده صن داونز، الترتيب ده شايفه ازاي؟ بص، هو نفس الصوره بتاعت السنه اللي فاتت هي بالظبط. يعني يمكن من سنتين كان الوضع مختلف في ترتيب الماتشات، كان الاول بيلعب التصنيف الاول بيلعب التصنيف الثاني في بدايه المباريات. لو تفتكر يا اسامه، كان في يعني السنه اللي قبل اللي فاتت لما كان معانا النجم الساحلي وكان معانا الهلال السوداني وكان معانا كمان يعني كان معانا دينامو تقريبا من هراري تقريبا يعني. كان الترتيب ان انت التصنيف الاول بيلعب التصنيف الثاني في اولى المباريات لما لعبنا النجم الساحلي في رابس اولى الواجهات. السنه اللي فاتت غيروا الوضع شويه، بقى التصنيف الاول بيلعب التصنيف الرابع، وبعدين التصنيف الاول بيلعب التصنيف الثالث، وبعدين التصنيف الاول بيلعب التصنيف الثاني بثالث المواجهات ورابع المواجهات ورا بعض. فده تصنيف على كل الفرق مش او كل المجموعات مش احنا بس يعني. فالترتيب ده يعني ملاحق لكل التصنيفات اللي في الاربعه مجاميع يعني. فخلينا نمشي مع بعض واحده واحده. البطولات الافريقيه بتتاخد مراحل كده، مرحله الاولى ومرحلتين مرحله المجموعات وبعدين دور الثمانيه والقبل النهائي والنهائي يعني. لكن لازم تخش وانت عارف كويس قوي او تبقى في حسبانك ان الامر هيبقى في منتهى الصعوبه، انت حامل اللقب مرتين، فالاستعداد هيبقى مختلف عن كل استعدادات الموسم السابقه. هتقابلك مواجهات صعبه جدا، هتقابلك اللعيبة مركزة جدا والأجهزة الفنية مركزة جدا، فأنت كمان تبقى على نفس التركيز. لكن هدف النادي الأهلي أكبر يا كابتن سيد، وإحنا بنتكلم النهارده الجيل ده خد 2 دوري أبطال أفريقيا،
كان مع مانويل جوزيه في 2005 2006 2012 2013، شفنا برضو انيمبا النيجيري، شفنا الترجي، بس ما فيش فرقه في قاره افريقيا خدت دوري ابطال افريقيا 3 مرات. فده ممكن يكون هدف للجيل الحالي النهارده انه يدخل التاريخ من اوسع ابوابه بالنسبه لبطوله دوري ابطال افريقيا. بالتاكيد يعني دي حاجه هتبقى ما بتحصلش حتى على مستوى العالم كتير يعني. يعني ممكن على المستوى العالمي مع ريال مدريد مثلا تكون حصلت 3 مرات متتاليه، انت لو عملتها تبقى حاجه حلوه جدا يعني. لكن في النهايه ما فيش حاجه بتيجي كده بالكلام، لازم يبقى في شغل يعني، مش هتقعد تتمنى وتحلم وتبقى ياخدك خيالك لابعد نقطه وفي نفس الوقت انت لا بتشتغل ولا بتجتهد ولا بتتعب عشان تحقق اللي انت عايزه، ولازم تكون يعني على قد المسؤوليه كفكر وعلى قد المسؤوليه كشخصيه. احنا داخلين البطوله واحنا عارفين كويس قوي ان احنا بنقابل ابطال كل البلاد الافريقيه، فهتقابل صعوبات شديده جدا. ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون مستعدين بشكل كويس. صحيح لسه قدامنا شويه، لسه عندنا يعني مباريات طويله طبعا، لكن في النهايه هنقابل صعوبات وهنقابل مواجهات وهنقابل قوة هتبقى شديدة قوي. لكن حلاوة افريقيا الفترة اللي فاتت يا كابتن اسامة ان الموضوع ما بقاش مختصر على فرقة ولا اثنين، يعني بقت الامر صعب جدا يعني. المواجهات زادت من صعوبتها يعني، كل حتى من ايام ما كنا بنلعب كنت ممكن تلاقي ايه محطة صعبة، محطتين صعبين في افريقيا، لكن دلوقتي انت كل المباريات صعبة حقيقة. كل المباريات صعبة حقيقة. عايز اخدك لحتة تانية النهاردة، لفتة طيبة جدا من الاتحاد الافريقي. عايز اروح معاك. لفته طيبه النهارده جدا من الاتحاد الافريقي لما نشوف بيتسو موسيماني النهارده هو بيسحب القرعه. النهارده بيتسو موسيماني اسم كبير في القاره الافريقيه مع النادي الاهلي، بيحقق 2 دوري ابطال افريقيا 2 سوبر افريقي، فالنهارده ده تكريم من الاتحاد الافريقي يكون موجود في سحب القرعه النهارده يا كابتن سيد. بص يعني انا اعتقد ان هو انت في النهايه مش بتمن على حد في حاجات زي كده يعني. يعني تاريخك واللي انت عملته هو اللي بيخليك تروح لنقطة بعيدة جدا. اعتقد ان الراجل مش بالاسم الصغير في الوقت الحالي في افريقيا، ده اسم كبير جدا، واخد 3 افريقيا، 2 مع النادي الاهلي، واحدة مع صن داونز، واخد 3 سوبر، واحدة مع النادي الاهلي، واحدة مع صن داونز، و2 مع النادي الاهلي. فانت بتتكلم واحد واخد 6 بطولات افريقية، 6 بطولات قارية، فده اسم يعني اكيد تعب عشان يوصل له. الاهلي اضاف له كتير جدا وهو ساعدنا في حاجات كتير يعني. فاعتقد ان الاتحاد الافريقي كانت له يعني ارقام ومعايير للاختيار، ما كانش في ان هو بيمن على الراجل او بيديله حاجه يعني مثلا يعني بيكرمه بيها ولا حاجه، لا ده راجل هو عارف كويس ان ارقامه شاهده وان نتائجه كانت واضحه. فاعتقد ان دي مسج يعني لكل اللي شغالين في افريقيا، وحاجه كويسه الصراحه يعني. تمام. اتكلمت مع موسيماني بعد القرعه كابتن سيد؟ طبعا اتكلمت. خلي بالك يعني هو من 5 6 ايام كنا بندردش مع بعض، واحنا جايين تقريبا من الرجاء يعني، ماتش الرجاء يعني، فقال لي كده، قال لي هنقع مع صن داونز يعني. قلبه حاسس. انت قلت لي خلاص بقت موجوده على البطاقه دلوقتي. صن داونز خلاص يعني. صن داونز القاهره صن داونز. كابتن سيد قول لي بقى، طمنا على علي معلول. كنت بتقول ان شاء الله بعد السوبر الافريقي ان شاء الله هيتم التجديد لعلي معلول. علي معلول واحد من نجوم النادي الاهلي، وانا خلاص بعتبره من يعني واحد من المخلصين في النادي الاهلي، كتب تاريخ كبير جوه النادي الاهلي. طمنا وطمن جمهور النادي الاهلي على اخر التجديد واخر المفاوضات مع علي معلول. خلاص علي خلاص يعني، اعتقد ان امير ممكن يقول تفاصيل احسن منك، لكن علي خلاص واحد من النادي الاهلي لمده الفتره اللي جايه يعني. انت بتتكلم في 3 سنين اللي جايين يعني، فانت خلاص يعني فنادي والثلاث سنتين اللي جايين يعني. لكن علي من ساعه ما تعاقدنا معاه من اغسطس او يوليو 2016 واحنا عارفين كويس يعني الاستفاده اللي هتبقى من علي عامله ازاي يعني. لكن دايما اقول يا اسامه يعني في النهايه انت ممكن ادي لك البدايه، لكن الاستمرار بتاعها ده بتاعك انت مش بتاع اي حد تاني خالص يعني. يعني بنتعاطف شويه مع الناشئين وبنتعاطف مع الاسماء اللي لسه جايه سواء كانت صغيره او متوسطه، لكن في النهايه في مرحله تقييم عندك انت اللي تملكها وانت اللي تقدر تثبتها يعني. اي حد بيلعب في نادي كبير البدايه ممكن تساعده، لكن استمراره في المقدمه واستمراره النجوميه دي بتاعته هو، واستمرار النجوميه ده مش قليل خالص يعني. انت بتخرج من حته لحته 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 لمكان يعني. انت عندك جمهور يعني، جمهور كبير جدا وعظيم جدا وشعبيه جارفه سواء كان في مصر ولا بره. احنا بنلعب في قطر، لكن بنلعب في استاد القاهره او بنلعب في استاد السلام. فانت بتتكلم في جمهور في كل انحاء العالم.
هتنزل من الطياره في اي مكان دلوقتي، سواء كان حتى يعني واحنا بنلعب في تونس او احنا بنلعب في المغرب. جماهيريه كبيره للنادي الاهلي في كل مكان. جماهيريه كبيره جدا، جماهيريه كبيره. وبعدين احلى حاجه ان انت بتخلص من المباراه بتحتفل على الفجر، بتكون ناسي بتتفرج على بتبص على اللي بعدها، ودي حلوه. وده اللي حصل في كاس السوبر الافريقي، الجماهير وانتوا في الملعب بعد الكاس السوبر الدوري يا اهلي، البطوله اللي بعدها على طول. اللي بعده بتقفل اللي بتقفل بعد. على وتخش على اللي بعدها. عايزين نطمن برضو عن بدر بنون. بدر بنون، بدر بنون يا كابتن سيد، سمعنا فيه عرض من احد الانديه الخليجيه خلال الفتره السابقه تقدم بيه للنادي الاهلي، حقيقه العرض ده ايه والنادي الاهلي رايه ايه في العرض؟ بص انت تبع دايما الرولز اللي موجوده عندك وانت عارفها كويس قوي يا اسامه، يعني انت بتعرض على المدير الفني ايا كان، انا ما جاتليش حاجه رسمي كمناقشه، كمناقشه بشكل رسمي جدا وكورق، ولا قاعده مع كابتن حسام غالي او كابتن خطيب او كابتن او امير او الراجل، يعني نتناقش في عروض، يعني ما تناقشناش او لجنه التخطيط، ما فيش مناقشه حصلت للعروض. لكن لما بيجي لك حاجه بتعرضها على المدير الفني، وبالتالي بتاخد رايه واحتياجك للفتره اللي جايه عامل ازاي للعيب دلوقتي، وبناء عليه بناخد سواء موافقه او رفض. تمام، فما فيش حاجه بشكل رسمي اتناقشنا فيها لبدر بنون. قد يكون في الثلاث اربع ايام اللي جايين حد تيجي او اليومين اللي جايين تيجي لعرض اللعيب او يجي عرض اللعيب نعرضه على الراجل يوافق عليه او يرفضه، دي حاجه تخص يعني حسب احتياجاته يعني. موقف الاهلي بقى من كاس الرابطه خلال الفتره القادمه في بطوله كاس الرابطه، بطوله حديثه استحدث يعني الرابطه، رابطه كره القدم المصريه خلاص هتكون موجوده البطوله دي. موقف النادي الاهلي والمشاركه فيها كابتن سيد؟ برضه نفس الكلام، هنبقى في قاعده مع المدير الفني ولجنه التخطيط ونشوف الاخبار ايه، الافضليه ايه، الدنيا ماشيه ازاي. لكن احنا عندنا مجموعه لعيبه اكيد يعني ما شاركتش بشكل كبير في الفتره اللي فاتت. ايوه، محتاجين نشوف مثلا محمد محمود، محتاجين نشوف محمود وحيد، محتاجين نشوف كريم فؤاد، محتاجين نشوف صلاح محسن بقاله فتره مش صغيره. يعني المشاركات يعني موجوده بشكل قليل شويه بحكم المنافسه وبحكم ضغطه المباريات. محتاجين نشوف حسام حسن وعمار حمدي، لعيبه كتيره يعني، مش علي لطفي طبعا وشوبير، مجموعه كلها اللي موجوده، حتى الناس الصغيره النصير وصالح نصر وزياد والمجموعه كلها يعني. يعني ممكن تكون كاس الرابطه يعني فرصه كويسه جدا للعيبه اللي ما بتشاركش انها تجهز من خلال البطوله دي. كلنا يا كابتن اسامه لعبنا ايه؟ كلنا بنلعب على حسب مواقف او على حسب يعني بطولات بيبقى فيها الدوليين مش موجودين ولا حاجه. بداياتنا كانت كده يعني، بداياتنا كانت كده ظرف معين مثلا، يعني سواء كان يعني احتياج الفرقه ليك في عدد من المصابات اللي موجوده في الدوليين او الناس اللي بتلعب بشكل اساسي او بطوله غايب فيها الدوليين، فبتلعب بتحط رجلك بتاخد خطوه كويسه بتثبتها بيبقى لك تواجد بعد كده. اعتقد ان كاس الرابطه اللي جاي ده هيبقى فرصه كبيره جدا للناس اللي ما بتشاركش بشكل كبير او الناس الصغيرين في الاسماء يعني. تمام. موسيماني بيرستاو الجهاز المعاون، هل في فتره التوقف دلوقتي ممكن يسافروا جنوب افريقيا بعد توقف الطيران ولا هيظلوا موجودين في مصر؟ لا، في مجموعه سافرت يعني، سافرت اول امبارح، سافروا خلاص اول امبارح، والراجل بس موجود لحد بكره وبعدين هنرجع ان شاء الله الرحمن، يعني ممكن يبقى ميعاد قريب شويه هنعمل اجتماع بكره بالزوم وهنشوف، ممكن يبقى في ميعاد سابق شويه كده بدري شويه، ان يبقى في مجموعه بتاخد راحه اللي هي واخده فتره مشاركه كبيره او نسبه مشاركه كبيره تاخد فتره راحه، لكن ممكن في مجموعه تبقى قبلها بثلاث اربع ايام كده. هنشوف هنتناول مع الراجل يعني كيفيه التعامل معاه في المرحله اللي جايه. تمام. بداتوا الترتيبات بقى لكاس العالم للانديه، الترتيبات الاداريه وتجهيز الاوراق الاسماء كل الامور دي يا كابتن سيد؟ احنا اخترنا كمان، يمكن انت عارف ان انا رحت وانا وامير توفيق في فتره من الفترات كده شهر نوفمبر اللي فات، اخترنا او كان مقترح لنا فندق، خدنا وخد واكدنا عليه والملاعب اللي هنتمرن عليها، وخدنا حتى عدد الغرف بترتيب الغرف كويس بنسبه بعددها، مين يقعد مع اللعيبه في الحته الفلانيه، الجهاز في الحته الفلانيه، لان كل حاجه في كاس العالم الانديه بتبقى ماشيه بالمسطره. تمام. اخيرا يا كابتن سيد، و2021 خلاص يعني بعد يومين سوف تنتهي 2021، اللحظة الأحلى بقى، اللحظة الأجمل، اللقطة الأجمل
في 2021 من وجهه نظر الكابتن سيد عبد الحفيظ كانت ايه؟ طبعا مع كايزر سيف 17/7 اللي فات. دي كانت بطوله برضو بتاكيدا للتاسعه والعاشره، فكانت دي بالنسبه لي احسن اللحظات. يعني 17/7/2021 كانت من اسعد لحظات السنه دي يعني. الحمد لله يعني طبعا كان في مباريات كثيره وفي احداث كثيره كان ليها، سواء كانت تاريخيه يعني لقائنا مع بايرن ميونخ يوم 8 فبراير ده كان لقاء تاريخي، كان لقاء اول رسمي على مستوى تاريخك يعني مع بايرن ميونخ، كانت حاجه كويسه جدا. 11/2 كان فوزنا ببرونزيه كاس العالم، 17 زي ما قلت مع كايزر تشيفز، 28/5 كان فوزك بالسوبر بعد غياب 7 سنين، النهارده بتاكد كمان سوبر تاني كاول مره، ما اعرفش برضه هل المعلومه صح ولا غلط، كاول مره في تاريخك تاخد 2 سوبر افريقيا في سنه واحده. كل دي احداث كانت جميله جدا يعني، ربنا ياكد عليها ان شاء الله الرحمن، وتبقى بالنسبه لنا في 2022 ماشيين بنفس العدد ونفس الكفاءات ان شاء الله. وفي 2022 نبارك للاعبي النادي الاهلي وجهاز الفني وجهاز الاداري وكل منظومه النادي الاهلي ببطولات اكتر ان شاء الله، وايضا بطوله دوري ابطال افريقيا. شرفتنا ونورتنا كابتن سيد. توفيق يا كابتن اسامه. توفيق، بشكرك شكرا جزيلا.